فإذن اليوم شيف حسين رح يجاوب على الأسئلة اللي وصلته من قبل على الواتساب، وأكيد رح يكفي لنا الأطباق الطيبة ورشة ملح. صباح الخير من جديد لكل المشاهدين. لكن بعد ما حضرنا بتاني فقرة من فقرات رشة ملح، حضرنا وصفة الحلو. عندنا الطبق الرئيسي بالفرن بعجينة الباف بيستري اللي هي من منتجات تونيس فود، طبعا اللي حضرنا فيها السمك، سمك الفيلي. اما هلا خلينا نروح نحضر اخر طبق لنرجع نجاوبكم على كل الاسئله. لكن عندي اخر طبق لقريديس، لكن لقريديس مع البقدونس. راح نضيف انا وياكم طبعا مثل ما خبرتكم لبنه الماعز، وايضا لكن عندنا قريديس، عندنا بقدونس، عندي جبنه تشادر مع جبنه موتزاريلا، لبنة ماعز. هون بذكر المشاهدين طبعا فينا نحط، لكن بذكر المشاهدين انا هون فيني حط من الجبنة المرهمية. طبعا المقادير رح نرجع نشوفها كمان على الشاشة، والمقادير اللي رح تمرق قدامنا على الشاشة ايضا مشاهدينا فيها جبنة مرهمية. قبل ما اخلط الجبنة المرهمية او قبل ما اخلط اللبنة، بدي اذكر كل المشاهدين اذا حدا عنده اي سؤال بحب يسألنا إياه في يتواصل معنا عبر رقم الواتساب اللي عم نشوفه قدامنا على الشاشة. وأنا كل نهار أربعة يعني مثل اليوم هلأ بعد دقيقتين راح أنا وياكم راح جاوبكم على كل الأسئلة. لكن القريديس عم بخلطهم أنا مع لبنة الماعز مع الجبنة، أيضا مع البقدونس، فلفل أسود، رشة ملح، وفينا نحط برجع بذكر المشاهدين جبنة مرهمية لهالطبق. عندي خبز الباندومي، خبز الباندومي بعد ما رقيناه نحن مشاهدينا، لكن رقيناه بشوبك بهالشكل هيدا. طبعا رح نجي نحشيهم. كيف رح احشيهم؟ رح اجي احشيهم من هالحشوه. هون القريديس فيني انا، لكن مشاهدينا القريديس فيني كمان افرمه ناعم. اوكي، حطينا الحشوه بنلفهم بهالشكل، لكن اوكي لفيتهم بهالشكل، وهيدا الطبق هيك صار جاهز عندي. بيجي لصحن السكب دغري بسكبهم لكن بهالصحن. هاي المقادير عم نشوفها على الشاشة لفائف القريدس. كمان بيجي بعمل حبة تانية كمان هون، باخد ايضا حبة تانية من القريدس كمان بحشيها بهالشكل. طبق كتير طيب، وايضا هم مشاهدينا طبق مميز كتير هالوصفة، كتير مميزة هالوصفة. كمان بيجي بحطها بهالشكل هون. اوكي، لكن انا رح اعمل اربع حبات ورح لفهم. طبعا مرق عندي كمان بالمكونات او بالمقادير، مرق عندي بصل اخضر او اوراق البصل الاخضر، اوراق البصل الاخضر. هلا رح فرجيكم لشو. كمان لفيتها بهالشكل، بجيب من ورقه البصل الاخضر، لكن مثل ما عم نشوف اخذت ورقه بصل اخضر، بجي بحطها بهالشكل. اوكي، لكن ورقة البصل الأخضر لفيتها عليها كمان أنا بهالشكل. رح أجي أعمل آخر حبة وأنا وياكم. بعد ما أخلص الحبة بدنا ننتقل للأسئلة. كمان أوكي، كمان نزين هالحبة ب ورق البصل الأخضر. أوكي، طيب لكن مثل ما عم نشوف هالصحن أو هالطبق نجي أيضا منزينه. بهالشكل كمان زينه ايضا.
اوكي. لكن مشاهدينا مثل ما شفتوا كمان هيدا الطبق صار جاهز. انا خليني نروح شيل كمان اخر طبق من الفرن. لكن صار في عنا وصفة، صار في عنا الوصفة الثانية، بضل في عندي الوصفة الثالثة. الوصفة الثالثة رح نشيلها من الفرن انا وياكم ونقدمها. لكن هيدي الوصفة الثالثة. اوكي. لكن مشاهدينا مثل ما عم نشوف هاي الوصفة اخر وصفة لليوم نحن قدمناها. طبعا برجع بذكر المشاهدين حطينا سمك مع الصلصة. طبعا الصلصة حضرتها بصل مع ثوم مع زنجبيل، خلطتهم مع بعض مع صلصة البندورة. ايضا حطينا فطر وحطينا من الفليفة الخضراء، بالاضافة طبعا نحن هون ضفنا لها بقدونس وضفنا لها من الكزبرة رشة ملح ورشة فلفل اسود. حضرناها، حطينا عجينة الباف بيستري طبعا على الوجه اللي هي من منتجات تونس فود، حطيناها على الوجه وفوتناها على الفرن لحتى استوت مع فيليه السمك. اما انا وياكم هلا خلينا ننتقل لنبلش بالاسئلة اللي بعثتوا لنا اياها طبعا على رقم الواتساب. لكن بالنسبة للأسئلة أول شيء بدنا مقادير الزلابيا والمعكرون. أوكي، بالنسبة للزلابيا وصفة كتير طيبة الزلابيا وطبق هين منه كتير صعب. العجين نحن اللي بنعرفه عادة طبعا هو عبارة عن طحين خميرة، لكن عجينة طحين خميرة مي، وأيضا منحط لها أو منضيف لها من السمسم، منشيلها منقليها هون بعد ما نقليها، أو فينا نحطها بالقطر أو فيني حط لها من السكر طبعا على الوجه حسب ما أنتو لكن بترغبوا. طبعا ما بدنا ننسى رشة ملح، كل العجين نحن مشاهدينا منحط لهم رشة ملح. أما بالنسبة في عنا المعكرون، كمان المعكرون وصفة كتير طيبة. المعكرون كمان سهل كتير يعني، أو في هي المعكرون أو فينا نقول نحن هي المعكرون أصابع المعكرون، فينا نحن نحضرها بالمصفية أو فينا نحضرها طبعا بالبراشة، انتو حسب ما بترغبوا. بس افضل نجيب نحنا مبرشة. لكن العجينة بحضرها انا، بعد ما حضر العجينة بعملها بشكلها بشكل اصابع وبعملها بقيس اصابيع ثلاثة بهالشكل على المبرشة. شو هي العجينة؟ لكن انا وياكم مشاهدينا خلينا اعطيكم مقادير المعكرون. مقادير المعكرون بدنا 6 كوب من السميد، بدنا طحين 2 كوب، بدنا معلقه صغيره من الخميره، معلقه صغيره ايضا من اليانسون، زيت نباتي بدنا كوب ونص، وايضا زبده بدنا كوب ونص، ومي فاتره بدنا 2 كوب ونص. اول شيء بنحط نحن المكونات الجافه، نخلط المكونات الجافة، نرجع منضيف الزبدة والزيت، وآخر شيء طبعا هون مشاهدينا منضيف المي، مي الفاترة 2 كوب ونص أو حسب الحاجة. هذا كان بالنسبة لأول سؤال. أما منيجي بالنسبة لتاني سؤال على القشطة. طبعا القشطة نحن بنشتريها بالمحلات. القشطة هي عبارة من جيب نحن صدر بيكون بالطول أو مدور ما بحسب ما انتم بترغبوا، بس هيدا الصدر بده يكون في نار تحته كله، يعني اذا كان مدور بده يكون في نار تحت الصدر. ايضا بنحط الحليب، كل ما يغلي الحليب بنشيل نحن لكن القشطه على الوجه. اهلا وسهلا بغيدة. لكن بنشيل القشطه نحن عن الوجه، بيرجع الحليب بيغلي، كمان بنرجع بنشيل مره ثانيه القشطه. اما اذا انتم بدكم تحضروها بطريقه ثانيه، بطريقه منزليه، طريقة سهلة، فينا أعطيكم كمان مقادير. طبعا لألا بدنا نشا 60 جرام، بدي جبنة عكاوي محلية كمان 400 جرام، جبنة موتزاريلا أيضا 400 جرام، جبنة الموتزاريلا المبروشة كمان منحليها، وأيضا بدي حليب لتر، وبدنا من السكر تقريبا. هلا هون فينا نحط لها سكر وفينا ما نحط لها سكر طبعا حسب، لان القشطه ما بتجي حلوه ايه. بالضبط، انتم فيكم تحطوا سكر وفيكم لا. بدنا حليب لتر، بدنا ماء الزهر وماء الورد رشه برشه مع رشه مسكه. اوكي عزي. طيب عندنا كمان سؤال، ناخذ سؤال لحق نجاوب اخر سؤال صح. بدنا اوكي، بس في عندنا طريقه الكنافه. انا بقول للمشاهدين الجمعه الجاي رح نحضر الكنافه كمان مره ثانيه، نهار الاربعاء. نهار الاربعاء
خلص تكرم عينك. هلا مشوفها. اخر سؤال بدنا على صلصه الكراميل. صلصه الكراميل كمان ولا اسهل من هيك. صلصه الكراميل كمان سجلوا مقاديرها. بدنا 400 جرام من السكر، 10 جرام او 15 جرام من المي. بنحطهم نحن مشاهدينا مع بعض، لكن بنحط السكر وبنحط المي، بنتركهم يغلوا مع بعض، ما بنحركهم قبل ما يتكرمل عندي السكر. بعد ما يتكرمل عندي السكر بضيف 120 جرام من الكريم فريش. بس هون مشاهدينا الكريم فريش بده يكون كريم فريش فاتر او سخن، ما بدي احط كريم فريش بارد، لكن بضيف الكريم فريش وبضيف طبعا 15 جرام من الزبده. هاي بالنسبه لصلصه الكراميل. انا هيك بدي ارجع اذكر كل المشاهدين، نحن ابتداء من بكره يعني كل نهار خميس وكل نهار اثنين راح استقبل اتصالاتكم مباشره على الهواء طبعا لنشارك بمسابقه اللي هي مسابقه تونيز فود، لنربحكم هدايا من منتجات تونيز فود. لكن بكره بتبلش المسابقه على الساعه 12:30 لحتقدروا يتصلوا فيك مباشره بيربحوا من منتجات تونيز فود. اثنين وخميس. اثنين وخميس. هيك بدنا نسال اذا بعد في عندنا وقت لنجاوب. بعد في عندنا سؤال؟ عندنا بعد وقت؟ ما بقى عندنا وقت، لكن الاسئله بنرجع بنجاوب عليها هون أربعة الجاي. اكيد بنخليهم لاربعة الجاي. غيدا هول ثلاث وصفات ان شاء الله يكونوا نالوا اعجاب المشاهدين. انا بدي اشكركم والف صحتين وناطركم بكره كمان الساعه 10. اكيد يعطيك الف عافيه شيف، وانا كمان بشوفك بكره وبشوف المشاهدين تمام الساعه 10 بتوقيت بيروت بكره الصبح. نهار كتير حلو للجميع. باي باي.